أهلا بكم من جديد. كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني عن استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لإعادة إحياء اتفاقية التعرفة الجمركية التي انتهى العمل بها في العام 2016، وذلك ضمن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المنامة وواشنطن. وقد أوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة للنشرة الاقتصادية أن اتفاقية التجارة الحرة ساهمت بشكل كبير في تهيئة بيئة استثمارية ممتازة في المملكة، وذلك لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى جميع الدول إلى استضافتها، وذلك بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنموية. وقد بين الوزير الزياني أن اتفاقية التجارة الحرة قد ضاعفت حجم التبادل التجاري بين البلدين بمعدل 5 مرات منذ انطلاقتها الأولى قبل أكثر من عقد. نأمل أن نجد حل. طبعا هي المزايا كانت ممنوحة لفترة زمنية محددة انتهت في عام 2016، ونبحث عن حلول أخرى لإمكانية إحيائها أو التوصل إلى حل آخر مناسب. طبعا مفاوضات مستمرة، عندنا مشاريع قيد الإنشاء، عندنا مشاريع على وشك أنها تبتدي، عندنا مشاريع في الصناعة، عندنا أيضا مشاريع في الخدمات مثل أمازون ويب سيرفيسز، والتطور ماشي، ولكن يعني الشهادة في ذلك أن حجم التبادل التجاري منذ توقيع الاتفاقية في عام 2004 ودخولها حيز النفاذ في 2006 ارتفع من 400 مليون إلى بليونين دولار. شهد ميناء خليفة بن سلمان نموا في أعداد الحاويات والبضائع العامة، ما يعكس الأداء الاقتصادي والتجاري القوي للبحرين. وخلال مؤتمر صحفي أكد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسن الماجد أن الإدارة وشركة IBM Terminals عملتا لضمان حصول العملاء على أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات وضمان توفر البيئة التنظيمية، مشيرا إلى أن البحرين حاليا تمتلك مرافق شحن وتفريغ لا تتوفر لدى بعض الدول المجاورة. وأكد الماجد أن إدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية تعمل على تقديم قانون بحري جديد يحتوي على جميع الأنظمة المحدثة الضرورية والداعمة للنمو التجاري، مشيرا إلى العمل على مشروع تعميق قناة البحرين للسماح لسفن الحاويات من الجيل الثالث للوصول إلى الميناء. ميناء خليفة بن سلمان منذ الافتتاح في 2009 مر بتجارب كبيرة ونمو متطور سنة بعد سنة. في 2017 ميناء خليفة بن سلمان حقق النتائج المطلوبة منه، في زيادة في عدد مناولة الحاويات الواردة بحوالي 6%. البضائع العامة كان لها نصيب الأكبر بسبب المشاريع العمرانية الموجودة وخطة الحكومة في البنية التحتية، وكذلك المشاريع التجارية الموجودة من مطار البحرين الدولي، توسعة مطار البحرين الدولي والخط السادس لألبا. كل هذه المشاريع انعكاسها صراحة على أعمال الميناء في زيادة 21% في البضائع العامة. في ختام التداولات الأسبوعية، ساهمت القطاعات في القيمة الإجمالية في بورصة البحرين بنسب متفاوتة، حيث سجل قطاع الاستثمار 42.32%، أما قطاع البنوك التجارية فسجل 24.28%. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 22,618,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4,497,000 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 418 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية. أما على مستوى الشركات فقد جاءت المؤسسة العربية المصرفية في المركز الأول من حيث القيمة، أما في المركز الثاني فجاء بنك إنفست كورب في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع.
والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. في خبر آخر، كشف تقرير توب هوتيل بروجكتس المختص في قطاع الفندقة أن السعودية تستعد لافتتاح 84 فندقا جديدا بمعدل 27 غرفة في أنحاء المملكة. وذكر التقرير أن الرياض وجدة ومكة المكرمة والخبر تمثل أكثر المناطق ازدحاما بمشاريع إنشاء الفنادق على مستوى البلاد. ومن بين الفنادق البارزة المقرر افتتاحها في عام 2018 فندق وريزيدنس هيلتون الرياض وفندق كوبثورن مكة المكرمة في جبل عمر. وقال كامل العجمي نائب رئيس العمليات في فندق هيلتون إن السعودية تعتبر من أهم الأسواق في هذه المنطقة في ظل التشريعات والإصلاحات الحكومية الجديدة الجاذبة للاستثمار. أعلنت شركة أعمار للتطوير نمو صافي أرباحها بنسبة 30% خلال عام 2017 لتصل إلى 2,740,000,000 درهم، ووصل إجمالي إيرادات العام الماضي إلى 8.86 مليار درهم بنمو نسبته 28% مقارنة بإيرادات 2016. وتملك الشركة مشاريع بقيمة 41 مليار درهم في 31 ديسمبر الماضي، ما يعكس ركائزها المالية القوية مع خطط لتسليم أكثر من 24 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة. وحققت أعمار للتطوير مبيعات إجمالية بقيمة أكثر من 18 مليار درهم بنمو نسبته 25%. قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أن هناك تنسيقا لوضع آلية بين الأمم المتحدة والبنك الدولي ودولة الكويت لمتابعة جميع التعهدات أو جمع التعهدات وإنفاقها على المشروعات في العراق. وجاءت تصريحات كيم على هامش حضوره مؤتمر إعادة إعمار العراق، حيث أشار أن ثمرة هذا المؤتمر والذي تم تنظيمه في الكويت هي التزام الدول الحاضرة بالنهوض بالعراق وإعادة إعماره. وأشار إلى أن البنك الدولي عمل على 180 مشروعاً تم إنهاؤها، وهذا دليل على أن المستحقات تصرف وفق ما تم الترتيب لها. ولفت إلى صرف 500 مليون دولار من أجل تأمين عودة اللاجئين وإعادة الأعمار، وتنفيذ هذه المشروعات سوف يكون بالتعاون مع عدة منظمات.